وحبريهان آد لوغا عباني لنا عصرفك لعقه وكروك عيا وحان ربا إنان إنتان قوانك قادن ديب ويرا النقض محاسبة بي وحاد اكتهين دل كأنو دولد دي اللحاء الشلنك هدا عن استعمالنا أبورتي وحي بربورتي كوبية سياشن العكسة ما أنت كونك لقى استعماله وحيل هانجر تشم بقول وحيل هانجر تبقول وحيل هانجر تلوات الشلن وحيل هانجر تطمش الشلن وحيل هانجر تشن الشلن وحيل هانجر تشلن وحيل هانجر تمشلن يكوميال ما أنت وحال استعماله وكون كلية بربورك العكسة سواله كسر دعاية صدّن صنو دل dowlad dhexe oo bangi dhexe oo maamulo aan lahayn inay jirto ayaa waxay ka mid tahay mucjisooyinka jira waxa intaa dheer in shilinku uu jiro oo kun ku jiro abaalka ugu weyn haday Soomaali abaal bixinayso oo inta soo gaarsiisay 7 sano waa Puntland dowlad Puntland meel dowlad ka jirto oo maamul ka jiro oo canshuur ku qaada أما الدكاديه هذا أما الجروام هذا أما مشاهر كوب بحسب بنتي لا أنا أرتك جرت أنت صدق كسنة وحي إلى لنيسي لعكت شل الصومالي قا يدو أن سقى روني أه أو دولة ده حلو ده دنيا أو إيمان أو حلوة قبل إن يسندبر قوي حد أنا وحنا كش غيرنا شلنك الصومالي قا إلا شلنك له أو لوج جورو لسلو أقوليه إنه سنكبحين سوقا ومسؤولية معمول ما دام ما لها كلاته ظروفه كجري أن كظروفه في عين صدق سنة الله صلى الله عليه وما لها كلاته معمول لذو ذي عردهين مرك الله في ريب بنتلان بنتلان من مروح عليه الله ولا تسنى جرت لكن بنتلان دجان كذا معمول صدق سنة الله كجري ما قاعد بنتلان أم بالله ولا تسنى جريه أنت كوه الرجال معمول يكلا دمبين يمدح بجرت ومر والبا ندام دولة ديت كل شقينيس نصيب دره وانا قاسي وحب الشدة انه كان دباتة عوس دباتة داس وحاكم ده شلنكي سومالي انه حاكمي اسمي واي وحاقال لي سوي ديا محاقو بلده كلاه تصدح يلا باتن يلا بي يلا باتن كدقي النجانة أفرتم كم كده دولار؟ السؤال وبهن السويدي زما ما لها كله دي لقى صرر إن أنت لك يا محاسب باي أرمها كانوا كله توحي وبهين أرمو علمي أه وحنو صار نجودي درسه دبقى تضع إن الله حكمه وحكله دبقى توي دولته كقبصة طي هي أدى أمهم سن أما شغالها أقول مهم سنة دولة بودلان لا هذا هو عيدا ماذا قلب كسبة أهمية الدكوة الدولة أن أجر توحوا إن أمنية كشقيس عيدا ماذا نأي كأي معركة أي حوجة صارت بس يبرد أول ورد على واحد كم ذاها مرك أن نجا أن حلك النمل دولة الدولار كا وحي كوكب سنجر تمرك يدكد يمالها أي كشقيس سديد يلا باطن سيدي لا تنكر مركز كوكب ستو سقالة هذا نوع يكون سينجرتي والعقد الرئيس الدور وقيمة سيا سيدي لا بات مركز عسكري سيدي لا تنكر وسيو السوق يروح وقص الرفرة يا صدني أفر واتجرن كرتان أنت كله ميسة وح أنت ده نلشي أردن وح يسوي بدش سهل وفق وح كوكب خصبين هاي هدنا إنه العقد إنتو دور وبدلو وسهل كرهدو سير غير كيسي وجود رأى مجال كيف كيجوك أنت بدن أنت بدن أسكرت ما دام هول قرن يكون جيران يجي حاسس قد مود الجوع أنت بدن وأدف أسكري غير كيسي لمنور سير طبيعي لما تدرس أنه كدو لنا ثلاثة وجوه الرئيس وحي نقط وروح السوق أو كم رأيه أننا جونا عنكو قانو يجينا عنكو سير نصيحة ويسنو قلين
هوس ودع ودع دولكي وحان جارسين صدن مر وهوس هوس بوس ودع صدن بير صدن بسوجار أنا جار صدن بانجارس مر كان صدن جارسيني كربا الله كعيا الله يسود صدع صدن بانجارس كربا أمك عني ولا سيو ولا مر الله عليه مر كان أنا جا كرو قادون يران سوق سوق هلال من نقض كربا الله كعيا marka waxa u baahan yaa kor u qaaday inay isu diino horta ari waxa anigu warabaayo ma aha khubaradu waxay keenayeen ruuxadeeda ganacsataan ahaan jiro suuqa waa ka warqabay sidoo kale meesha waxa la rabaa hal qodob in la fahmo oo dadka aad uga diimoon shilinka Soomaaligu inuu kor u kaco iyo dad ugu jira waxaad ogtihiin ganacsatada waaweyn ee dalka wax soo dejisa xisaabaadkooda وحيب كودا معامل كودا ووضع الدولار هل شيء للصومالية كون جدا ألعاب الدولار بيوقي بيسان تهي دولار نواقو قدا ومن هذا مساكين تو سوق فردي سيان شلنكو هدور لعو أما كعو أما بابو يوغو هرت سامي انت بدا يوغو ما سامي ماش اي وحكر رادينا يا ما انتو ايدقيسنا يا فرنين تاسنا هم مغلان وحي وحكر رادينا يا إن الدولة كوسيا صدرنيشن سوقنا يجو وصل رفتار أفرتن وهل كاسوحا وصل بحاجة شنكون مرة كقارقود وضرب صدر هنجري صدر اللحبة سيسنا يعني اللحبة وصل بحاجة لما في الليس بوصل بحاجة لما في الليس ده عصتو وافر دواني سقانة بينك الراشين كتشتق يوم بقول كروكيس لو بقول كروكيس كذا يعني لو في الليس العقب ده وايمر مرنا مرة بيو إلا عدت الدولار هي شيلنكو اسكو من النقضة هدي جناعسي جيس الدولار كده جاي هدي دتك الدولار كسينا يو إنه شيلنك كده فائده ومر والبكر لاصي قاعدو أرتوا عاب بيكوتا هدتك على جناع الصدق وحياب له ما أنت دتك شيلنك لما عاملها وسوغيلا جوغي درو قردو بوساس قالكعي ويفرين وانا شقينايا انا استدي وحسود جنجرتي ان معامل كلهين وحده واحرنها هي نولا سوري لعقت بقولك صدن كره بقولك صدن ان ان جوجنا وحنا نو كلفنا واني سرحنا سيده با غنعسيغا باهي عرض وطلب باني فود بانو مالين هنا فهم إنسان إنجليز بحقو ده دمان على السبلاي مركي باهي جفتو علابتي بالك هنا يا كاستمر كأوين شيلين كاستعمال واحد نقطة الدولة بنتنا واحد بعد الدولة بنتنا مر الله عليه مركي كرع يجون وقاعدان العد تيلا صرروا إن بنتنا رقصوا حابي waxaa maanta dalka ka jira inta xogta ku heena ilaa 4 mashiin makiinadooda lacagta daabaca dad baa dhaha lacagtan ma cusba ciid bay geliyaa si ay u duugowdo idin kor waa taqaan ganacsada halka fadhiyo ugu waxaan u baahanahay dawladda Puntland shin Soomaaliga inta iyada uga filan inay ku macaamisho aysan noqon sidii raashinkii wax loo soo xawlo laakiin in noqoto lacagta baahideeda inay ku wareegto si dawladda baahida shilinka ay u xadido talaabooyin ay qaadato dawladdu shilinki marna kaba guuri bangiga Puntland shilin baa waxa ka buuxa shilin Soomaali ah dawladda hoos u qaadayaan kastamada qaybtood waa lagu qaadi doonaa dawladdu mushaharooyin bay ku bixin doontaa macaamilki dawladdu uu soconayaa laakiin waxaan rabnaa marka aan siino mushaharka qofka sodon سوق هذو دور ربا هذو إنه صدم كله اللي كانوا ست تالله هلو أو شيلين كي يصرف كو نقد واحد إذن دولة دوينة تلاوين قادة تلاوين كو هو ريوح هو معامل كفرها بدن أو نبان يرئك فإذا يان يعني أو دكت دكت سعورت وين جوجنا لابو لعقت السهل كي يسوب بدي شيء أو كلفتي قف كيبا إنه وحبق هذا وشيل الصوار استعماله وإذن إنا نحددنا dollar baan ku xadidnay hadii loo baahdo waa laga kordhin doonaa hadba sida ay ku timaado daraasada si macaamulku u socdo waxa kale oo inta u dheer dawladda hadda shilinki qiimo la jiray laakiin xogta waxaan ku haynaa
هذا دولار وذاتين طالب قوس الرفاهية لكن هذا دولار وبهاتين هنا هذا الهيلين إذا نطلعوا هناك عبد بنجيدة الدولة ده هي بنجيدة الشركة ده حوالها أنت هل تفرد دواي مغلا يساوي هي بريكة دبي وأنا فران الباب أو الصرف لا وأنا صرفاري أقول العكس نجي دولار هيستا نجي دولار هيستا وواحد صرفه واي بنجي الدولة ده حتى بروح كده وحاس ورئيسنا إن أنا ما كان عصده صرف لياشة يكو إمبورترز وشكو حرمي هذي موضوع إني يعني دكتور أفضل كويس هيسن دورا أنا أحب بحرين هو الرئيسين كسود الجي هذي وحسكين بدلوا وياه ما ليه كسود الجي أنا بوا قانا وا دكتور أنا أدري إنه ولا سود الجي نهائيا ليس ماذا نقول قائل دل كان وح وجوك سنة يا مال دكتور دنتي سأيان كشقيان عنك نين كان عصده أنا كان عصده أنا هاي شركتها هي كشقية لكن هي أبوها حرايا هذي راعي وإذا نظام قدرت كدنتي سيجري هاي اللي مسؤوليته يدنت هذا الجار كأين يسوي حرمان الله مرة وحلو بهاي وحلو دنينا يو بالشدة وحلو دنينا يو دلك وحلو دنينا يو نقالة مركا وحنو بهن هاي دتك مساكين تاع وانتي وحنا الشيء اللي مصوب حي الله كعنا يو ومرك قاركو إن كلو نظيف وعاد فضة مركا أركان سكر راعية إني كنت أقعدان وأرنتوا إني ساسة هنا أقعدان مرت محن أبا هن هاي إن عقلك وشقيه وحي أكبرتي هدي أي دولد وكريسة برتي يقال نقول من إنه شلا ساء هنجري لأورن ماي وحل ربع شلا وشلا دل كهرباء وصعدة عقبات هدي تبعد وأنا في قدمنا لكن محن أبا هن أنا سيف دجرو وقدمنا تلابوين كاس سواها أقعد إنه waxa ugu muhiimsan in dhaqaalaha waddanku uu san ku dhicin meel khatar ah sababta dollarka aan u xakameynay waxaan is leenahay waxa ku jira maslaxad waxaan rabnaa wiilasheena shaqaalaha iyo ciidamada ah in ay waxa socda hadda saad ogtihiin ciidamada mushaharooyinka loo kordhiyay waxa hadda gacanta lagu hayaa shaqaalaha in lacagta loo kordhiyo lacagahaas kordhaya horta dadkii ka iimaanayaan canshuurta way ka iimaanaysa hadaan dadka dhaqaalahooda kor loo qaadin canshuur ma bixin karaan hadaan dadkaas canshuurta soo baxday shaqaalaha mushahar ku filan la siinayo nolosha ma hagaagayso dhaqaaluhuna ma kobcayo marka horta dawladdan waxyaabaha ay xooga saareyso si nolosha magaalada ay u noqoto nolol degan waa in qof walba oo ku dhaqan deegaanada Puntland uu awood u heli karaa shaqada uu shaqeysto waxa uu ka helo in uu goyn karto nolosha iyo maciisada marka jirta hadii shalay konton doorar lagu noolaan jiray oo ay 200 gaartay dawladdu waa in ay maciisada qofka waa bin aadam aalad ma aha waa in la gaartaa meesha hadba suuragalka ay lagu noolaan karo hadii la yiraahdo sidii Puntland loo aasaasay mushaharka shaqaalaha ee Puntland isma bedelin wax la aqbali kara miya ma isku mid baa 98 kii nolosheed iyo maanta mas'uuliyad darra halka ka dhalinaysa hadaan marka dhaqaalaha dawladdu ka shaqeynaysa aan lala fahmin oo mararka qaarkood in yar oo mararka qaarkood siyaabo kala duwan nolosha dhaqaalaha dalka ugu qabtay ee aid ka bixi weyso aan waxa lagu eedeeyaa fadlan ma qortid lacagti la wareegi jirta lagama helo war hadii lacagti la wareegi jirta la helo wiilasha buurta saaran oo difaacaya si la yeelayo marka mushaharooyinka dalka sidaa dadkii jilicsanaa la yeelaya dawladdan waxa la rabaa dadka u shaqeeya inay ahmiyadda saarto hadii dadku nabad helaan kuwii fadlanta qaadan jirana khayr kale u furmaayo ilaa dalka shaqo helayaan noloshii ba isbedelaysa ma ogtahay waa in kalsooni lagu qabaa in dalka la manaafacaadsado dawladdi ma aha meel la manaafacaadsado ee waa meel xuquuq dad ay samaysteen gudda laakiin waxa la manaafacaadsadaa waa dul waa dalka iyo dhulka iyo ganacsiga ganacsigu hadduu noqdo mid ixtikaara oo dad kooban ay gacanta ku haynayaan isagana dhibaato ka imaanaysa marka waxyaabaha aan rabno inaan bedelno wax weeye qof walba inuu awood u helo in uu helo shaqo xalaal ah oo suuragal ah noloshiisa iyo tan qoyska inuu ku maareeyo ninkii Ilaahay khayr badan ka siinayana hanti uu ku siiyo intaa uu socono waa intaas hantida Ilaahay qofka siiyay ma aha mid uu gaar u leeyahay hadduu hoteel furo hadduu macdar weyn furo
ووح بلشده هذا نوجو أديجي ورجع أما سايكل كجناسه يدقاله ووح بلشده كوا فائد ومد سقية يمد لا سقية يمد منافع عصده مركب مهمة أن لا نروح عرمنا إن بلشده أن هو عيجلنه تلابوين كأن قادة نواقوا أن ودرينه هدي تلابوا أن قادني ونو أرجعنا إنا يدن تكجرته أن قاروينه وحبنا جماعها إن أنجو آن كأن كنا قلنا ماشاء أن أرجعنا إنا يدن تجرته أن أهله لكن إلا يهدا دراسة ده عن سمينه وحنا كل صورنا هاي وضل هدا عن كوا إنا يته وضو دقالها ضلك يدتك وضنوه وحنا آدوا رجينا يا الرمب بدنو هلك كويال أول درسي إن أنا هذا إني وضع شيء إنه مهم ما هلق وح رجينا يا إن أنا كوكل صناعتان شيلن كأذى ستان دولة دوحي نجى إلى هالنا يسا شيلم مالك كله لقى شو واردي أول الرب الدولار كيني هنتدين إن لقدر لكن كل صناعة كينا أكو قبطان وح دمانتك على دولة شيلن قف هيشته إنه استعماله ويوميله جاي ويو دم بيجي لنا قادرين وحن ديارنا هاي أنت أهل ستان هداك جيسان بنجي جمانت دور بينه وبدلين لكن وحن يرجع إن السعسيسان سي دتك مع عامل كلام حاجة لدتك إلى دور مو ذي قانون دتك إنه سهل مو ذا هيشت بالشدة إن الرمي بيربضن تحت تولين كجيران وحن أبا هن وحي كري كران وإقالة كران إني لم عاملان فلسيو يو وحاس ونبي كوتا مركو حان أبا هانا شيلن كي إنو سعودو بلشدي كردح سعودو مهرديه إقاتان نولوش إن استاقين إنو هوسو اللعو ومانتا صدن يشنبو سلاها مانتا صدن يأفو رمرا يو صدن تقو دنتينا كجرت محايا لو وحي يروع القادي كرتان دون نغنايا هادي او هالكي دولار بقول كون نقضو حتى اللو استعمالك هادا من الاستعمالك نسوما لا عليه سكوح الحرم بواحد إذا وهالملي واقادر إذا نكون هالملي بواصل بحزة جديه يروح بجرم تقارنا متكست وأكتين ودور حبال غزارة صوص ما يا إني مترسر واي مترين كرتان والله عقب ولا شيء أو جو ده إننا مترين كرو واسكن نصيب سو بقول كم بالوسينا يا وحلي يا سعاس نكون هنا وديش مركا وحاس وحلوسي سعون كرما مسؤولية درة أنا كتر المامس وحان فرين أنت وقدر يا جانا عصتدا إمبورت ريسكا بخاردو كهرين مقاردة بوساسو مانت هادي سنقربت أفرت فورين وحي ويما دو مسؤولية دراء إيجا مسؤولية دور قاعدو وحا إولجي دار أنواع قرنا يا يو دادكي إي بنتو أخرين جرين ماه ماركا وحا نقلطة لنا يا إني أوامير الدولد كو ووهر ريو فولي إني إيجا نقضان waxaan rajaynayaa shilinkeenu inuu meel walba ka dhaqan galo in adaga lagu gato shaah lagu cabo basaska lagu raaco lagu qadeeyo oo noqdo macaamil dowladaha hoose ee Puntland oo dhan waxaan halka faraya turbataariyada wasaaradda maaliyadana aan ku wargelinaya cidii isticmaalweyd inta laaba laga qaado isla markaas waxaan kala u sheegayaa gaadiidka dadweynaha iyo dadka mustaqbalka la macaamila cid kasta oo shilin Soomaaliga diida waa dambi annagu shilin Soomaali baa la diidamaan orana waxaan idin lacagtii dakada lagu qaadi jiray ayaan boqolkiiba boqol ka dhin wax kale oo nirimana ninkii isku dayay shilinka Soomaaliga inuu diido waa nin hanti dowladeed diiday xaq uma leh ninkii dollar awoodana door wax ku gelin kartid ma kuma gelin kartid ma oranayno maxayle dollarka dalkeenu boqol daraasadii anaga aan sameeyna hadda wasaaradda qorsheyn sameysay boqolkiiba 91 bulshada Puntland iyo 89 labada number midkood daraasadu waxay sheegaysaa dadku wuxuu isticmaalaa dollar number aad u yar hatta baadiyaha tuulooyinka dadka jooga badankoodu sahalka way isticmaalaan baalka la wada baray daraasadaas waxay oranaysaa 190 dadku door bay socdaan dalkan dollarization buu aad ceebna kuma aha 30 sano iska daa 30 sano ee 2 sano haday dowlad la ayd oo lacagta cid maamusha la waayo waxay idin go'aan laga gaaro
هذي بنتي لا جير لهن والله شلين كان وادي والله لكن مرة منو إلى لنتاس يوونا جاس أنو قلينو هنتي دي سوماليا دي شلين كي سوماليا إن أنكم متيسرنو إن أنكم هنتي بيرنو يدنا صورة قلما ونن علنا جور إنتو بهالس كسوة سماش إنه وحي هنتي دقات ما قد جينا عصت هذا نهيسة دكدي هالوعي اللي بقولك بصدق أنفائنا وحوليه إن كيف فائدة جينا عصينا شلين سوماليا أو ضد مساكين دولة دي كيف فائدة دور كبير هذا حرنين ما هو وزير بقول يكونتم كل دولار باكر داي دخل الدولة دور كبير هذا عن دور بقال ويجو قالين جري سام شهرين مو بحرين نادي ضد كيبا فاريشن كل عقدة إلا العقدة مرجع سوق هذا كنتم بليون بقى ما عنده طال علي هذا بنك الدولة قيمة هي كل فرنا وياه مرجع إلا أنا أقول إنه هو فدي أنا كأنه هو يعمق هذا نوي هذا هو حيدت كوسين أنا دتك بخسارة هذا عنده نسوق إن تقول جو كوسين الدولة دي بخسارة وميزانة دي أسلمس مركا ماشي هو حكوج رونتي وضد حق والربا هنتدي يريد الدولة دي هنتدي يره يستي ولد على دعيس أمنك يشغاله هذا يدناه جود يولي ويجي جدت كي سبينس oo mashaariic horumarineed oo dawladdu ay qabaneysa la sameeyay oo ogtihiin bangiga dhex dhismaha ka socdo waa lacagii fadlan daarun baa in sheegay daaraha dhaadheer oo isay arkaysa saqooyinka madaxweynaha ka socdo saqooyinka bangiga ka socdo madaxweynaha ku xiyeeyay gurigiisa la dhisay oo lacagti fadlan tahay marka in dalka lagu qurxiyo dhaqaalaha dalka iyo in dadka loo qaybiyo iyaguna meel kale lala aado saasa danta ku jirta dadkeena waxa la rabaa dantiisa inay gartaan dowladdu waxa la rabaa dadka dantiisa inay ka shaqeeyo annagu waxaan ka shaqeynayna waa dadka dantiisa waxaan rabaa ganacsatada xawaaladaha halka fadhiida inta ka joogto wasaaradda maaliyadda ayaa control doonta waxaan rabaa shirkad kasta in ay furto qayb ay ugu talagashay sarifka lacagaha waxaan rajaynaynaa bangiga dhexe ayaa si joogto ah ula socon doona sarifka lacagaha oo joogtoyn doona bangiyada dawladduna waxay sar bari wax loo gaaro waxay sameyn doonaan sarif aka qofka lacag ay salkaas geeyo bal ninkii kabar meel ku haystay oo dadka mooday inuu xakamayn karana halays ah waxaan rabaa internet nadiif ah ee sarif layaasha ah in ay raacaan talooyinka dadka danta u ah iyagana dantooda waa ilaalinayna waxaan diyaar u nahay marka sarifka sheegayno sida u fikiraan baa u fikirno tabashada iyo bixinta inaan kala dibno way inay helaan ribax waa nooc ganacsi ka mid ah laakiin waxa la rabaa ribax aad u noqdo ribax macquul ah oo la socon kara shaqada aad qabanaysaa inta la eegto waxaan marna aqbaleynin dadka dekedda boosaas la macaamil jiray alaab soo dejin jiray inay dhahaan 300 ha loola daayo wax aan ka aqbaleyn ma maxay xaq buu u leh dollar bay isticmaalaan anna shilin iyaga wax suura galaysa ma noqonaysa marka waxaan u baahanahay dadkeena waxaan rabnaa shilinka dollarka iyo shilinka sarifkiisa sida loo jaangooyay isku mid noqdaan oo inaad dollar wada siinaa shilin wada siinaa kala garan weyn oo labada meel isku mid tahay meesha aan u socono halkaas oo laakiin haddaan markii shilinka gacantaada aad ku dhigtid aad ka walwalaysaa inay qiimihii ka burburay iyada suuragal ma noqonayso marka waa rajaynaynaa inflationkaas habka aan ula dagaalamayno iyo sida aan u xakameynayno inaad nala fahamtaan bulshada inta idinka maqan aad gaarsiisaan dalka aad socodsiisaan waxaan diyaar inay la nahay shaqo ganacsi weeye caqabadaha hadda aan loo jeedin hadday soo baxaan waxaan diyaar una nahay inaan mar walba inala fariisanno oo caqabadihiina xalinno laakiin inta hadda garashadeenna iyo aqoontii la daraysay ay tahay tallaabooyinka la qaaday tallaabooyinka danku shirkadaha isgaarsiinta waxaan ka rajaynayaa inay awaamiirtu u hoggaansamaan hadday joojin waayaan marka ay rabaan inay falisyadii sii wadaan oo la leeyahay laba dollar aan kugu dirayaa saddex intaa ka goosatid 1.2 1.7 iso celi sheekadaas iyo bahal lagu sheegayay waafi hadday waxaas damcaan ogaadaa tallaabooyin kale aan qaadanaynaa annaga mariikha ma deginin dadkaan ku dhex jirnaa soo ma bulshada la noolna talaabo kasta oo bulshada sameysa waa ka warqabnaa marka waxaa la rabaa waxa danta laga lahaa inaad fulisaan danta laga lahaa waxa weeye inuu qofku 100 kun jeeb ku qaadan karo oo isticmaali karo
هذا سهل ودنا نحرنا أنقرفوا يستعين. لكن وحن أبناء بلشود إنه إن الدولار هو بعندها ونلاش هذا الدولار شو بدش سواها سعره إلى علينا. لكن وحن ربنا مرك قفك ليس نصيحة وجاهدة شرعي وحن ده ريجوليشن كدولة أسكالة. هدي قفك الشرعي يشقدي جانت قوة ضغط. ضل كام بربرايا. وحن روا قفك شرعي قفك الشرعي كشقينا حتى هدي دنجار وليه مرك الشرعي كشقينا إنه شرعي كشقينا. وسن اسكو خلدبن دنتي سغاركا اه اي وها دنت عامك او ادك وحان اد و رجينيا ددك مرق قارفود ددك سامينتو كله او بلشده قيبهدا كلا دوون اه مرك اي ربت اني بلشده لا هادش او اي سو كوردو واه بلشده اي دبسنيسو وحان كعسرينا او دولتو اي قاده وحان كعسرينا انتي ددك لا هادين اني دولتا هيئه قسيس انتي لا فريستان إنه هرت أسرع ذو أجاذا، مركي أجاذا، ضدها الله الله، لكن واحد أبهرنا مركي قاربو ضدبا ضد كم يجي يسقوها الله وبرشده سامين كله، ومركي قاربو روحه كله الله يعني طلابوي الدولة أي قاد يقعد أركشوا أي لطها أما قونت مركي أسكيل لي لطها إيري خلدنا، سيدا روح الربا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سواهن شيخ. وأنا أنا 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 أنا